ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بعد، أيها الأخوة والأخوات، أيها الأخوة المسلمون، أيها الأخوة التشاديون جميعا، ذكورا وإناثا، مسؤولين وغير مسؤولين، كل على حسب مقامه في هذا البلد. نتابع في هذه الأيام قبل شهر في مشاكل كثيرة إخواننا في هذا البلد الحبيب، البلد اللي فيه الخيرات الكثيرة، البلد الذي جمع كل القبائل، العجم والعرب والأبيض والأسود والمسلم وغير المسلم. هذا مكسب كبير لهذا البلد. التنوع مكسب، تنوع الثقافات، تنوع الألوان، تنوع في كل شيء. ربنا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحمد لله هذا البلد تشاد منذ أن خلق هذا المجتمع وجعله في هذه الأرض اللي قبل هذا تسمى بمسميات أخرى، قبل أن تكون تشاد هي متسمى بمسميات أخرى، هي ثلاثة مماليك أو ثلاثة دول بنسميها نحن ممالك، لكن باعتبار هي ثلاثة دولة: تشاد، مملكة وداي، مملكة باقرمي، مملكة كانم. دي اللي هي الآن تسمى تشاد. المستعمر لما جاء وجد هؤلاء هي مماليك ولكن كأسرة واحدة متداخلة، أسرة واحدة تتجول من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الشرق والغرب والوسط، كلهم ناس متداخلين، ما أعرافهم ما قبائلهم ما ألوانهم. هكذا ربنا أراد أن نكون في بلد يسمى تشاد، ويضم هذا البلد أصناف من الناس، أصناف من القبائل، أصناف و ألوان من الناس، عدة معتقدات، مسلمون من هنا، مسيحيون من هنا، لا دينيون من هنا، وكذلك يضم أجناس أخرى من غير التشاديين أيضا جاءوا وسكنوا وأصبحوا جزء من التشاديين، وكان الناس متحاببين يا إخوة، لا فرق بين هذا وبين هذا وبين أبيض وبين أسود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فرق لعربي على أجمي، ولا أجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا أسود على أبيض، إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم من تراب. إذن الناس الكلام ده وين اليوم؟ شنو الجا عشان يفرق الناس؟ شنو الجا الناس كل ما شهر شهرين حروب من هنا، مشاكل من هنا؟ هذه مشكلة كبيرة، لابد أن نراجع نفسنا كتشاديين، لابد أن نراجع نفسنا فعلا. من واحدين يقول لك من 79 من المشاكل الحروبات خلق
اختلافات والقلوب تغيرت والناس دخلوا في أجناس وفي قبيلتي وأنا قبيلتي وأنا من جهة كذا، دي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها نتنة القبلية والأنصورية والجهوية. الرسول خلوها، قال دي ما تنفع، نتنة أفنى مرة واحد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلنا لآدم وآدم من تراب. تشاد هي أمنا، تشاد هي أبونا زي ما الناس بيقولوا، ونحن أيضا نقولوا تبس الأرض اللي تركوها أجدادنا كلهم شاركوا في أرض تشاد دي عشان تبقى لنا تشاد، وإلا وقت ده ما تلقوها 1,204,000 كيلومتر مربع. لو كان الناس ما متحدين وكلمتهم واحدة كان حدود هنا تشاد يبقى صغير كبس 200,000 كيلومتر كل ما تلقوه. كان خلافنا ده ماشي ده وما قدرنا حلينا، بلد ده تودو في شتات، في أمراض، في أمراض دخلت، وهذه الأمراض كلها لابد كل واحد يتقي الله سبحانه وتعالى يسل المرض الدخل في القلب ده بعيد. خلونا من القبليات. بالنسبة للمسلمين، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن أخو المؤمن، لا يعقره ولا يخذله ولا، الرسول قال التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإرضه، ده كله جاب الاحتقار، الواحد بيحتقر الواحد، أنت كمان من ياتو. الله قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. أنت ما تستسخر عشان ما عنده فلان ده ملوك، ما تستسخر منه عشان ما عنده مال، ما تستسخر منه عشان هو ضعيف، ما تستسخر منه عشان هو من قبيلة الفلانية، لا تستسخر منه عشان أنتوا إيه كثيرين وديل شوية، لا. الله قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ها فيسبوك، ها ده بنبس ده، شوف ربنا نهانا، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، الفلانيين إتوا الفلانيين، يا ناس ده مسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا الرسول قال تسب المسلم فسق، أنت فاسق، لا تكون شاهد ذاته ولا تكون إمام ولا تكون إنسان يعمنوك على شيء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كان استحليته تكون كافر معناته خارج من الإسلام، كان بتأرفع حرام وبتقاتل أخيك المسلم كمان كفر النعمة، بنسموه كفر دون كفر، كفر بالنعمة، نعمة الأخوة، نعمة الدين، نعمة الإيمان. فإخواننا اتقوا الله، خلينا نراجع نفوسنا، نوحد، وبعض الإخوة المسؤولين أو الناس اللي دخلوا في السياسة أيضا جزء من مشاكل دي، قال لي اتقوا الله. ونطلب من أعلى السلطة في هذا البلد أن تتخذ إجراءات الكاملة وتفرض حيبة الدولة. أي واحد يعرف حجمه، يعرف مكان القاعد، يحترم الآخرين، لا يستسخر بالآخرين، الدولة دي هنا كل التشاديين، الأرض لكل التشاديين، مسلم ومسيحي وغير لا دين ولا ديني. لذلك اتقوا الله. وبالنسبة لإخواننا الأيام دي يا ناس حرائق، حرائق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما ممكن نحن أول في أمان ومشاكل ما في، والآن مشاكل دي جات وين؟ نحن كلها خلينا درب هنا الله، عشان كده ربنا دار يعاقبنا. وبالنسبة لإخواننا أصحاب الأموال، خليه يطهر أموالهم بالصدقة، خليه يطهر أموالهم بالزكاة، لا يلملم من لحاطب ليل، ما يقول أنينا اللي لموها بس يوم القيامة ربنا يصفيها، لا. الرسول قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ما النجم أمال، لا. الإنسان كان بسأل يقول اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا، ربما واحد بلملم الأشياء وبيتخذ الحرامات، والله قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قاس، المصيبة كان جات بتعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا خلينا نتوب إلى الله ونستغفر الله
ونصدق ونقرأ القرآن، وكمان كلنا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. من الحاكم إلى المحكوم كل الرعية والرؤاة كلهم يتقون، نتقوا الله، نرجو إلى الله عشان الله يجيب لنا العافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بلادنا ويرزقها الأمن والاستقرار، يوفق حكامنا للعدل والمساواة والرحمة بهذا الشعب المسكين. والسلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. ضيوفنا الأكارم، حياكم الله وسدد الله خطاكم، شرفتمونا بقدومكم، وجعل الله سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. يطيب لي أن أقوم بين أيديكم في هذا الحفل المبارك بمناسبة قدوم الكوكبة النيرة من الشباب
الذين خرجوا من حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية في توئية دينية وتهذيب النفس في خلال 10 أيام في القرى خارج العاصمة. الحفل الميمون، وقفت مناباً عن إخواني في اللجنة التنظيمية والمشرفين على هذا الأمل الدؤوب. يقول الشاعر: ما في المقامل ذي أقل وذي شرف من راحة، فدع الأوتان واغتربي. سافر سافر تجد إوداً عمن تفارقه، وانصب وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إلى أن قال: أني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. الحفل الكريم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بنفسه وماله طالباً من الله الفضل والرضوان، والشكر للإعلاميين الذين جاءوا ليغطوا هذا الحدث العظيم، والشكر للأخوات اللائي يسنان الطعام، والشكر الأشمل والأكمل لفضيلة الوالد الشيخ صالح محمد رمضان. وأقول: أيا شيخنا، باب الجنان فتحته، وألمتنا علماً عظيماً علمته، وفضلك فينا كل حين نشرته. الرجال والنساء، وحتى جعلت للأطفال نصيب، متأكم الله بالسئة الدائمة. وكما لا ننسى للبلاد بلادنا الحبيب الغالية، أن يحفظه الله سبحانه وتعالى ويديم الأمن والاستقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون. والصلاة والسلام على قائد الأمة ورسول الحق وسيد الخلق أجمعين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سعادة فضيلة المربي الشيخ صالح محمد رمضان، مدير إدارة الدعوة والدعاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، والمؤسس لحلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية، ورئيس اللجنة العليا للاحتفالات الشعبية والرسمية بجمهورية تشاد، سعادة خديم أو خادم الطريق، خادم طريق السيدي أبي العباس أحمد التجاني الشريف الحسني الشيخ آدم مدموري، سعادة الإمام إدريس ماجن إمام مسجد الشهداء، سعادة العلماء، أصحاب الفضيلة أعضاء حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية، السادة العاملين في الحقل الإعلامي، حفظة كتاب الله المجيد، السادة الحضور، كل من نسيت اسمه لا أنسى قدره وجلالته. أسدي إلى حضراتكم تحية إسلامية خالدة، وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت شعار قوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، تمت الانطلاقة للخارجين هنا من مركز عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية بمسجد جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية نصره الله، بتاريخ 6 من شوال عام 1443 الموافق 17/5 عام 2022 للميلاد. وعدد الخارجين 222،
هنا في داخل الجمينة وفي مدينة أبشة 210، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد صالح راتو المرشد العام لحلقة عبد الله بن عباس الفرعية بمدينة أبشة، وفي بالا 70 نفرا، وعلى رأسهم المرشد العام لحلقة عبد الله بن عباس الفرعية بمدينة بالا، والجملة 502 خارج. ونحن هنا قد تفرغنا إلى 18 قرية ومكثنا 10 أيام مع أهالي القرى، والأنشطة التي قمنا بها خلال تلك الفترة دروس مكثفة ومحاضرات للجنسين الرجال والنساء. والكتب المقررة لنا في هذه الحملة هي العقد النضيد في علم التوحيد للعلامة الشيخ يوسف الحفني، كتاب الأخدري للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأخدري المشهور عند الخاصة والعامة، تيسير الخلاق في علم الأخلاق للشيخ حافظ حسن المسعودي الأزهري، 40 للإمام النووي، وجلها قد ختمت إلا البعض منها لم تختم لأن الأيام قد انتهت. إضافة إلى ذلك تم ختم عدة ختمات قرآنية وأذكار من يا لطيف والحسبنا. وها نحن اليوم ولله الحمد والمنة قد رجعنا بعد أداء المهمة سالمين غانمين الأجر والثواب، ونسأله المزيد للخروج في المرحلة القادمة بإذن الله. فباسمي وباسم رؤساء القوافل الدعوية نزف شكرنا اللامحدود من أعماق قلوبنا لأهالي القرى لحسن الضيافة والتقدير وإتاحتهم لنا الفرصة للقيام بالمهمة التي أوكلت علينا، سائلين الله لهم العناية والتوفيق وأن يوسع لهم في دينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرة أخرى باسمي وباسم رؤساء البعثات نوجه نداءنا للمسلمين بأن يستعدوا للمرحلة المقبلة لأن الفرصة لم تفوت بعد، فلنستعد للخروج بعد عيد الأضحى المبارك لنصلح أنفسنا بسلاح العلم والمعرفة والغوث في إدراك الحقائق التي تؤهلنا لتحقيق مقام العبودية السامية لله رب العالمين. وأنتهزوا الفرصة في هذه السانحة المباركة ليقدم الشكر كل الشكر لأمراء البعثات على تفانيهم في أداء الرسالة وتحملهم إبء الدعوة خلال تلك الفترة، سائلين الباري تبارك وتعالى لهم بالتوفيق والرعاية والبركة في الأمر، إنه تعالى سميع مجيب. وكذلك لا يفوتني ولا أنسى من كانوا خير عون لفضيلته، سهروا الليالي وتركوا أشغالهم الخاصة من أجل إنجاح هذا الحفل بهذه السورة الميمونة، ألا وهم أعضاء حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية من رئيسها إلى آخر من كان يعمل في هذه الحقل الدعوي الأريقة. ونقول لكم أصابكم الله وثبت خطاكم على دينه القويم، ووفقكم الله والشيخ صالح محمد في مقدمتكم لترفعوا رايات الحلقة ترفرف فوق أرجاء الجمهورية بل وفوق أرجاء الدول المجاورة، وما ذلك على الله بعزيز. وخير شاهد على ذلك ها هو الشيخ محمد صالح راتو الذي لقب بأسد أبشة، كان ولا يزال ينشر العلم والمعرفة بمدينة أبشة، مدينة العلم والعلماء ومنارة الحق وشعلة النور. والشيخ علي محي الدين بمدينة بالا جنوب البلاد، والشيخ آدم أباني بمدينة كسوري دولة الكاميرون المجاورة نموذجا، والشيخ أحمد محمد صالح بهارة تكرة الذي كان يفض الطلاب بالتدريس منذ أن كانت الدروس في منزل الشيخ وإلى يومنا هذا في مركز حلقة عبد الله بن عباس، والشيخ عباس علي بهارة واليا كان يقدم مجهوده العلمي لأهل واليا وقديما بمسجد الكبير، والشيخ أحمد محمد بشمي بهارة التقال وكان يقدم الدروس بهارتي بلابلين وقجي، والشيخ آدم يحيى أدو
والشيخ عبد السلام محمد رضوان رئيسا للحلقة جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ختاما، هذه الجهود أيها السادة وهذه الانطلاقة وهذا الحف لم تأتي عن صدفة، وإنما هناك دينامة محركا لها، ألا وهو فضيلة مولانا الشيخ صالح محمد رمضان الذي ما فتئ يوما عن الدعوة إلى الله. فجزاك الله يا شيخنا أن وعلي الإسلام والمسلمين والوطن خير الجزاء، وأن يبارك في أمركم حتى تستفيد منكم الأمة أكثر من ذلك في هذا البلد الأبي. وكيف لا نقول ذلك يا شيخنا، فقد ضربتم أروع الأمثال، وقد شهد بذلك علماء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، وها هو العلامة الراهل الشيخ علي أحمد طه وهو المفتي العام للجمهورية ورئيس المشيق آنذاك، وقد ألقى كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مناسبة حفل رجوع الخارجين كهذه في منزلكم المتواضع، وقد كنت حاضرا حينها. يقول الشيخ صالح محمد رمضان: نحن في المجلس الأعلى نسميه الإمام النووي في زماني. ويأتي فضيلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الراحل الدكتور حسين حسن أبو بكر ويقول هذه الحقيقة في مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المسمى بالشارقة. يقول الدكتور حسين حسن أبو بكر في مقدمة خطابه بعد ذكر بعض الشخصيات: أخي المتواضع المنكسر الذي أفنى عمره في خدمة الدين والوطن، مدير إدارة الدعوة والدعاء ومدير الاحتفالات بمولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الاحتفال الرسمي والشعبية بهذا البلد، وكلاهما قد رحلا عن دنيانا، نسأل الله تعالى أن يسقي جدثهما بوابل الإرفان. جائزة الإمام البصيري خير مثال، دورة الأطفال نموذجا، دورة الأمهات أشهد يا تاريخ، دورة البنات حتى زيافته. ومنذ أن عرفناكم يا شيخنا طيلة هذه الفترة كنتم مع طلابي كالأب الرحيم مع أبنائي، بل وحتى مع أطفالنا. مما يجعل أطفالنا إذا شاهدوكم يا شيخنا في التلفزيون التشادي يقولون لنا: أبا ها هو الشيخ. أبدا لا يعرفون شيخا آخر غيركم، وهذا أدل دليل على رفقكم بالطلاب وأبنائهم، وهذا مد عيناه في مولانا الشيخ صالح محمد رمضان. ومن يدعي خلاف مد عيناه فنقول له: أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا فلان إذا جمعتنا المجامع. دمتم يا فضيلة الشيخ، وتامت الحلقة بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، في هذه المرة حلقة عبد الله بن عباس للعلوم الإسلامية وفدت جموعا مباركة لتقديم الرسائل الدعوية والمعلومات الإسلامية القيمة، ولتتزود بنفسها من الأحكام الشرعية، ولتأخذ من خلال ذلك ما يسبو إلى الأخذ بمقاصد الشريعة التي هي لا ترمي إلا على ما يصلح للإنسان. وفي هذه المرة نظرا لأبواب المدارس مفتوحة، أبواب الجامعات مفتوحة، فقد انحصر هذه الرحلات على طلاب لم يعهدوا المدارس والجامعات. وكان قديما عندما يكون في أيام ليس فيها مدرسة وليس فيها جامعة، فربما يكون نصف أو ثلثي الذين يخرجون أو يبتعثون من الأطفال، لكن في هذه المرة الأطفال كلهم في المدارس، وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم فرصة في أيام
عيد الأضحى المبارك حتى أطفالنا وأبناؤنا إن شاء الله يتمتعون بالمناظر والمرئيات خارج العاصمة بالإضافة إلى المعلومات التي يتلقونها من العلماء. ففي هذه الرحلة كما قلنا عنوانها وشعارها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فإن المؤمن الله يعطيه درجات، ودرجات المؤمنين متفاوتة. إذا صلى أعطي درجة، وإذا صام أعطي درجة، وإذا ذكر الله أعطي درجة، وإذا قرأ القرآن أعطي درجة، وإذا تصدق أعطي درجة، وإذا تكلم بكلمة كلمة الحق أعطي درجة، وإذا قيل للناس أو ألقى التحية لإخوانه أعطي درجة. هكذا عموما بالنسبة للمسلمين. ولكن عندما يكون الإنسان عالما، وعندما يكون الإنسان عالما أو متعلم، فدرجاته تختلف عن درجات عامة المؤمنين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم يؤتون درجات. فأولئك الذين في هذه الرحلة 222 وفي مدينة عباش 210 والبقية بمدينة فعلا، هؤلاء في خلال 10 أيام الله رفع درجاتهم أكثر من الذين لم يرحلوا. إذن ما رحلوا إلا للعلم، ما رحلوا إلا أن يتلقوا معاني القرآن تلاوة وتفسيرا، وما رحلوا إلا من أجل أن يتلقوا الحديث حفظا ومعنا، وما رحلوا إلا أن يتلقوا الفقه الإسلامي على ضوء مذهب إمام مالك رضي الله عنه، وما رحلوا إلا أن يتعلموا الأخلاق الفاضلة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رحلوا لعشرة أيام إلا أن يتدربوا في قيام الليل وأن يتدربوا في الوعظ والإرشاد لينشروا الدعوة وليبلغوا الرسالة ولتصل رسالة الإسلام إلى الآفاق البعيدة. إذن هؤلاء الله قد رفع درجات من يشاء من العباد. فالدرجات في هذه الرحلات طبعا متفاوتة لا شك، الناس كلهم ليسوا سواء، فإيمانياتنا تختلف وإخلاصنا يختلف وتوجهنا يختلف وكل شيء ما نقوم عليه، إذن كلنا نختلف على حسب نوايانا وتوجهاتنا. وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل كل الذين خرجوا درجاتهم عالية، وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن لا تكون هذه الرحلة هي الأخيرة لكم، أن تكون رحلات ورحلات ورحلات إلى نهاية الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإخواني، إن العلم لا شك أن العلم الشرعي، هذا العلم الشرعي، فقد أشار الإمام البخاري في كتابه العلم من بين تراجمه حيث قال العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري في جامع الصحيح قال العلم قبل القول والعمل. ولذلك الإمام الزرهوني في الفجر الساطع على الجامع الصحيح للإمام البخاري يقول معنى ترجمة الإمام البخاري في هذا القول، قال أن العلم شرط في صحة القول، والعلم شرط في صحة العمل، فإذا خلى القول بدون علم فيكون أقرب إلى الخطأ من الصواب، وإذا عمل الإنسان علما بجهل فيكون أقرب للبطلان من الصحة.
ولذلك يا إخواني إن هذه الحياة مرحلة زمنية ننتقل فيها ونعمل فيها ونعمر هذه المرحلة بعمل كثير، أمل يتعلق بالدنيا وأمل يتعلق بالآخرة. وعلى هذا الأساس يجب على كل واحد منا أن يثمن جهود نفسه وجهود إخوانه، وأن يستثمر الوقت الذي منح له. يعيش كم؟ هذا لا يعرفه، ولكنه حي الآن، ولكنه لا يعرف نهاية آخر نفس منه يخرج. إذن الإنسان لابد أن يستثمر الوقت، أن يستثمر هذه المنحة الزمنية المباركة التي سيقت له. فيجب على الإنسان أن يعرف أنه راهن، لا شك أنه راهن. وبهذه الرحلة الإنسان ينتقل من هذه الدنيا التي عاش فيها ومنح فيها ثمنا طويلا، وأعطي كل شيء، أعطي عقلا وأعطي ذهنا ليفكر وليدبر وليقارن حياته في هذه الحياة وما بعد الحياة، وليستطيع من خلال ذلك أن يعرف أنه راهن. وبهذه الرحلة الكبيرة، هذه الرحلة الكبيرة، لا شك أن الإنسان إذا مات يسأل أما منح له من الزمن، وأما منح من القرآن، وأما أوطي له من العلم، وما أوطي له من هذه الخيرات التي أمامنا. حتى الملابس التي نلبسها فهي نعمة من النعم، حتى الستر التي سترنا الله سبحانه وتعالى بعد أن لبسنا الملابس هذه كلها نعم. فالله سائلنا يوم القيامة إذا متنا من هذه النعم. فيجب على الإنسان أن يشكر الله أولا وأن يحمد الله أولا، ثم بعد ذلك عليه أن يتقي الله، أن يتقي الله في هذه الدنيا. فإن التقوى أصل السلام، وأصل السلام التقوى الله. فإن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى طبعا لا يطلق لسانه زورا أو ظلما أو غيبة أو نميمة أو كذبا أو بهتانا على غيره. فالإنسان إذا اتقى الله سبحانه لا يمكن أن يرتكب معصية، فإن التقوى تهول بينه وبين هذه المعاصي. ولذلك أهل العلم قالوا التقوى حارس لا ينام، التقوى حارس لا ينام أبدا. ما دام الإنسان يتقي الله فإن تقوى الله حارس لصاحبها، فإن التقوى لا تنام، لا تدع صاحبها أن يقع في مهلكة. فعلينا أن نجدد العزم والحياة من جديد لننال رضا الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، ينبغي لكل الدعاة الحكمة في الدعوة. الحكمة أيها الدعاة في الدعوة إلى الله. ما يهم الداعية؟ كيف يوصل الرسالة السمحة النافعة للمسلمين؟ أيا كانت الظروف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوصر في مكة 3 سنين، وكان أهله وأسرته وأقرباؤه من بني هاشم يهيطون به لأنه ابنهم. ما هذه الظروف الصعبة والحرجة والتي تتتبع مخابرات مكة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم؟ الرسول قال لا يتوقف، إنما المقصد الوحيد كيف يوصل هذه الرسالة الصمحة إلى قلوب أولئك الذين لا يفقهون شيئا. إذن
الإنسان عندما يختار الله يختاره لدينه ويختاره لدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه فيما أعطاه من الدين والعلم. ولقد وضعت الآيات القرآنية أمام المسلمين جميعا وأمام الدعاة خصوصا: اتق إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه الآية هي من أبرز آيات تدعو كل الدعاة على وضع الحكمة أمامهم. إذا وضعت الحكمة أمام الإنسان فإنه يستطيع أن يوصل السماحة ويوصل الخير، ويستطيع أن يقنن مقاصد الشريعة التي يرجوها كل الناس في كل بلد وفي كل عصر وفي كل مكان. فإذا ترك هذه الآية جانبا فإنه يخطئ. إذن هذه الآية تحتاج إلى دراسة، هذه الآية تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فهم، وتحتاج إلى أن تربط بالواقع الذي يعيشه الإنسان. فإن الناس يعيشون في مراحل الدنيا، كل مرحلة لها ظروفها، وكل زمن له ظروفه، وكل مكان له ظروفه، له واقع. فإن الإنسان إذا يأخذ ما كان في زمن رسول الله ويطبقه الآن، نعم هذا جيد من حيث النصوص، ولكن من حيث الواقع لابد الإنسان ينزل لواقع حياته وواقع بلده أو واقع بلد المسلمين في الدنيا كلها، ليواكب الأمر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما يقع، بما هو واقع أو يقع في مجتمعه. عندئذ يستطيع أن يوظف الآيات التي تدعوه إلى الحكمة ليقول شيئا نافعا للناس. فإذا لم يكن كذلك فلا شك أنه يقول كلاما للناس ولكنه يدور في النهاية كلاما صحيحا متوجا بالآيات والأحاديث وكلمات الحكماء وكلمات العلماء، لكن في النهاية إذا كان ابتعد أو كان هذا الكلام معزولا عن الحكمة فإنه يضر. فإن الحكمة تنظر لما يأتي من المستقبل، وتنظر للواقع، وتنظر لما مضى من الزمن، وتنظر لما سعة الآيات والنصوص تسع أو لا تسع. هذه كل أمور يجب لكل داعية أن يرائي هذه الأمور كلها. ولذلك المنابر التي كلفكم الله سبحانه وتعالى لتوجيه الأمة فلترشد إلى النفع، ترشد إلى النفع. المنابر لا تحول إلى تهريد المسلمين ضد الدولة، لأن الدولة التي أنت تعيش عليها لولا الدولة بعد الله لما اتليت على المنبر تتحدث للناس. لولا الدولة إخواني، لولا الدولة الآن جيش تشاد في كل أطراف المأمورة، 1,284 كيلومتر مربع، هذه هي تشاد، هذه تشاد. والجيش الوطني التشادي إضافة على دعواتكم وعلى كل ما تضيفون يقفون في حدود تشاد في 6 دول. يحرس من؟ يحرس الوطن ويحرسكم أنتم. أنتم في بيوتكم مع عيالكم مع أسركم تنامون، وهم لا ينامون، لا ينامون، لا ينامون. الشرطة الوطنية والجندارم، نأكد لكم، ممكن الناس يختلفون معهم في بعض التصرفات، لكن لو لا قدر الله لو هذه العاصمة خليت من الجندارم، لو خليت من الشرطة،
لا يمكن أحد واحد مننا أن ينام في بيته آمنا. ولذلك قدروا الأمور وقدروا الظروف وقدروا الآن نحن نعيش في مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة الانتقالية لها أوضاعها ولها ظروفها ولها مشاكل كثيرة. ولذلك الناس أنا أرجو أن لا يحملوا المجلس الانتقالي أكثر مما لا يطيق. فلندع الأمور على نصابها، فلندع الأمور على مقاديرها. هذا لا يعني به أنه المجلس العسكري والحكومة بريئة مبرأة، لا، كثير من الأخطاء موجودة. ولكن أنا أرجو من الناس إذا أنصفوا، هل نحن أقمنا دولة الإسلام على نفوسنا؟ المشاكل اللي أنتم بتعانوها ده أنتم يا بكويسين، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلكم يرجعون. إذن المشكلة مش مشكلة حكومة وحدها، معنى الشعب كله عندنا مشكلة، لكن مشاكلنا نخطها للدولة، وهذا خطأ. خلينا نصلح أنفسنا أولا، خلينا رأي أنفسنا أولا. هل يعني نحن بريئين عند الله؟ ما عندنا أخطاء؟ بريئين أمام الدولة؟ ما عندنا أي خطأ للدولة؟ لا، هذه كل الأمور ما من مواطن إلا أخطاء تجاه ربه وتجاه الدولة أيضا، هذا كله موجود. ولذلك يا إخواني أنا أرجو من كل الدعاة قال لي ينصفوا ده وطنهم، وقال لي ما يدعو اليأس على نفوس المسلمين من الدولة. لا، نينا ما فقدنا العمل من الدولة، لا يزال أملنا كبير في دولة هي بتحفظ البلد ده، وهي الأمن على عاتقها، وكل شيء نريده. نعم الدولة هي التي تسعى، لكن ما نهرد المسلمين ونغرس في نفوسهم اليأس من الدولة. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم واجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فجعلنا يا رب يا الله بتلاوته وإن ختمه من الفائزين. وغافر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي ونحن الضعفاء، إن حاسبتنا فلا حجة لنا، وإن عذبتنا فلا طاقة لنا، وإن عفوت عنا فحلمك يسعنا، يا واسع المغفرة يا جابر القلوب المنكسرة، ما للعبد إلا مولاه. يا مولانا
عفواً كاملاً شاملاً يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله.